نجم عراقي والله وجوز اصير مدرسه عسى واحد انا حالي حالي اللي صاروا مدرسه؟ ايه احنا مدارسنا معروفه يعني واضحه وينها يا هم؟ ها؟ ما عندنا مدارس؟ مدارس؟ اي لا ما عندنا يعني ما عندنا مدارس شعريه؟ لا ما عندنا والله طيب ما البعض انه يقول استاذ عريان مدرسه واستاذ مظفر مدرسه واستاذ كاظم مدرسه البعض يقول غير نعم بس عريان وبعد منو؟ كاظم اسماعيل كاظم اسماعيل القاطع بعد مظفر النوال مظفر النواب النواب ما قالوا احنا مدارس ما قالوا احنا مدارس بس الناس الناس قالت بس انا اليوم اذا اقول انا مدرسه صرع على الجنوب قال مدرسه حس عريان ما قال مدرسه كاظم اسماعيل القاطع ما قال انا مدرسه طيب انت ضد تسميه النواب لا ما يصير لا مدرسه شنو بالعكس احنا جيل شباب على كيفك استاذ اثير احنا جيل شباب ضفنا للشعر ضفنا للشعر اللي قبل انا سمعه انا حافظ عريان من جلاد لجلاد انا حافظ خضير من جلاد لجلاد والدليل هذا عد موثق بس ما اذكر يوم من الايام قصيدا كتبت وصفقت ناس بالمهرجانات للصدر انتكالهم على العجز يكتب الصورة لكن صدر وعجز احنا لا بالعكس الضربة بالعجز هي احنا لا هسه نخلي صورة بالصدر يعني هسه تشوف مستوى الان افضل من افضل بقاطات وتحدث الشعر حاليا علي مقتنع انت بكلامك؟ والله بعد دعت هاي عيوني اللي اشوف بيها حاليا استاذ اثير عندنا جيل شباب يخبر بابو قشمروك وعشت بالوتشين كنت تعرف الباب يعيش بالدفعة كاف ببطن نايم انا مو شقراب تشلع اصفاح بساعة الطلعة مو نفس المشط كل ساعة طب البراس تشلع مو نفس المشط كل ساعة طب البراس تنزع عن الضفاير ديك الفرعة هذا الجيل الشبابي حكي هو ما اعرف شرد عليك ايه انا يعني هسه تشوف غير وجهة نظري وجهة نظرك وجهة نظري الله يرحمه قبلت عليها عريان السيد خلاف رحمة الله على روحه كاظم اسماعيل قاطي رحمة الله على روحه بس لكن لو قايلين احنا مدارس اي حطك يعني هسه انت تشوف هاي الاجيال افضل من ذيك الاجيال هاي الاجيال حدثت الشعر ليش وعت صارت السوشيال ميديا صارت يعني البرامج صارت ببيوتها قاعده اليوم تسمع استاذ اثير تسمع ايهاب تسمع كذا اليوم الشاعر الشاب ابن مدينته خلنا نجيك هسه اليوم بالمدينه شاعر تو بدا خل ابسط الامثله يجي شوف على الجنوب ايش كتب لازم اكتب اقوى منه اذا صار تحديث بالموضوع